السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ قمر. نتمنى ان شاء الله كاع راكم بخير. اليوم جبت لكم خبز خفيف وسهل التحضير. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم عليكم غادي توسيو جيم وشاركوا في القناة ليوصلكم كل جديد. ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبدا بالمقادير لهذا الخبز تاعنا. هنا نحتاج سميد رطب كيلة وكيلة فرينة، كيلة سميد رطب وكيلة فرينة، ماشي متوسط، رطب يكون رطب وكيلة فرينة. عندي مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، عندي مغرفة صغيرة تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع حليب بودرة، وعندي هنايا مغرفة صغيرة تاع الملح، وهنا عندي مغرفة صغيرة تاع حبة حلاوة، وعندي مغرفة كبيرة تاع الزيت والماء اللي نعجنوا به هذا الخبز تاعنا. نبداو بسم الله. الحاجة الأولى اللي يعني نبدا بها، ندير هنايا الخميرة تاعي والسكر هكدا، هنا نرسي هكدا كمية تاع الماء، نخلط هذاك الخميرة ونخليها تتفاعل. نبداو بسم الله نديرو في البيتخان تاعنا. أنا ندير في البيتخان وانتوما تحبو تعجنو باليد ماشي مشكل. هي هذه الكيلة تاع سميد رطب بطبيعة الحال مصيرين، هنا نمسي هذيك مغرفة صغيرة تاع حبة الحلاوة تبي تدق مليح الخبز تاعنا، نمسي هذاك الحليب وهذيك الملح. نتوما لو غسيتوها بيدكم خليو الخميرة تاعكم هكدا رطبوها وحطوها بجيه، وغسيو هاد الدقيق تاعكم في البول، وبداو غسيو الماء تاعكم وغسيوها قصحة، دلكوها باش في الأخير باش نرميلها هذيك الخميرة اللي كنت رطبتها كيما راكم تشوفو هكدا باش تسمعوني. فباش تسمعوني هنا العجينه تاعي راهي تنتلك قاصحه، قلت لكم رميو لها الماء غير بالعقل، راهي تنتلك لي قاصحه راكم تشوفوا فيها. هنا الخميره تاعي راهي طلعت عواسل المفعول تاعها هكدا رمي. هنا العجينة تاعي بعد ما نعجنت لي واحد 10 دقائق راكم تشوفوا فيها، لازم تجي هكذا شوية جريعة هكذا، لازم تجي شوية تلصق في اليد، تسيوهاش قصحة. هنا راكم تسألوا شحال وسيت الماء في الخميرة، وسيت 3 مغارف كبار تاع الماء، ومغرفة كبيرة تاع خميرة، ومغرفة صغيرة تاع السكر هكذا، خليهم يخمروا ورميهم وعجنوا. وانتم لو وسيتوها باليد وقعدوا عجنوا في هذا الخبز هكذا. انا واش نواسي دوق ندهنو شويه بالزيت ونغطيه ونخليه يخمر. هنا هذا الخبز عطيو له حقه تاع يخمر، لازم هذا الخبز لازم يخمر مليح هكذا. هنا واش نواسي، عندي كميه تاع الزيت نواسي غير هكذا، غير هكذا نواسي يدي ماشي حاجه. هنا بعد ما نتاقوا لي شويه نبدا نقرص فيها هكذا، نبدا نقرص فيهم هكذا نبسطهم، ما نحتاج لا حله لا والو غير بيدي هكذا. نبدا نسي هكذا شويه سميده رطب هكذا، نقلبها عاود نقرصها نقرصها رقيقه هكذا، الخبز نقرصو رقيق. هنا
راني ندواسيه لكم. السر تاعو باش ينجح لكم الخبز في اللي كي تشعلوا الفوق وتخليوه يسخن مليح، هو يشعل من الفوق ومن تحت، والبلاطو تاع اللي يدخل الفرن لازم يكون سخون يدخل مع الفوق. وهاكم تشوفوا واش البابي كويسون، باش غير نشوف الخبز تاعي خمر نرفدو هكذا بالبابي ونواسي على السنيوة، والسنيوة لازم تكون سخونة باش ينجح لنا هذا الخبز. انا دوك نقرص الخبزة الثانية ونعاود نقول لكم ان شاء الله. هنا بعد ما خمرولي هاكم تشوفوا خمرولي السنيوة اللي راهي في الفوق راهي تسخن مليح، واسي تاع 250 درجة، لازم الفوق يكون سخون على درجة. هاكم تشوفوا فيهم دوك نروح نجبد البلاطو سخون من الفوق باش نحط هذا الخبز تاعي. كما راكم تشوفوا الخبز تاعي واسيتو على السنيوة تكون سخونه الفوق على اعلى درجه راه 250. دوك ندخل هذا الخبز يطيبو، بعد ما يطيبو نوريه لكم ان شاء الله جاهز. بعد ما طاب معايا الخبز ما خداش وقت طويل في الفوق، راكم تشوفوا فيه راهي رائحه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه تكتشفوا السر تاعو. وقلت لكم تبعوا الخطوات اللي قلتها لكم تاع لي تخمر العجينه وتاع السنيوه اللي تكون سخونه مليح باش تواسيو الخبز تاعكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم عليكم غير تواسيو جيم وشاركوا في القناه اللي يوصلكم كل جديد. مع عليا غير نقول لكم خليتكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم وصحة سحوركم.